ورحمة الله وبركاته. والجولة الثالثة ومن السيارة. طالما في سيارة يبقى في خروجة، يعني في فسحة، يعني في أفكار، يعني في أماكن جديدة. موني ستايل دايما بتاخدكم الأماكن جديدة، والنهاردة مكان جديد أنا كمان أول مرة أروحه. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور، أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد، النور في الدنيا. مكان اسمه معرض أفكاري. معرض أفكاري عملت عنه ريفيو وسمش حياتها، بصراحة ما كنتش أعرفه غير عن طريقها، وسألتها وقلت لا لازم أشوف متابعيني اللي موجودين في الكويت أو برا الكويت، نشوف أفكار جديدة برضو لرمضان عشان ما كنتش حرمتكم من حاجة وعطيتكم أفكار جديدة. صواني، كوبايات، زرع، ورد، ودايما دايما معموني ستايل مع كل جديد. ويلا بينا على معرض أفكاري، يلا بينا. ووصلنا معرض أفكاري اسمه أفكاري أوتلت، والمكان جنب المشاتل. لو تعرفوا مشاتل الري، طيارة بس عاملة لكم دوشة، تعرفوا مشاتل الري؟ نفس المشاتل من على نفس الطريق، وانت رايحة لولو ماركت على نفس الطريق هتمشي وهتدخلي على الشارع اللي جنبه على طول. هنا عندك أفكاري أوتلت، وهو السنتر اسمه الري سنتر. ما هو ده المعرض الأساسي، معرض أفكاري، تمام. جنبه المنزل الصيني او الحاجات الصينية، وبعدين جنبه على طول الاوتلت. طبعا انا هدخل الاوتلت لان اكيد هتكون في حاجات رخيصة، ويلا بينا على افكاري. دي حاجات معرض افكاري نفسها، دي حاجات بقى للهدايا، دي سعرها 7 دينار 750، حاجات عشان رمضان ب14 دينار. دي حاجات عشان تقدمي فيها في رمضان برضو، شكلها حلو على الترابيزه، تحطي فيها الحلويات. اعتقد في ناس كتير بتعملها في البيت هاند ميد، في قنوات كتير عملت منها هاند ميد، اكيد هتكون ارخص من كده. دي الكبيره سعرها 4 دينار، الصغيره سعرها 2 دينار، بس شكلها حلو، نقدر نحط فيها التمر، نقدر نحط فيها حلويات، هتبقى على الترابيزه. دي الحاجات المعتاده. كلنا عارفينها طبعا، برضو بتحط تمرية بس غطاها تقيل قوي. دي تمرية صغيرة شكلها حلو، دي بنار ونص، دي خفيفة على فكرة، دي اخف التمريات. دي طاولات لونها ابيض زي ما انتم شايفينها كده، بتتحط ممكن في رمضان على الارض. لو عندك مثلا عزومة ومعاكي اطفال ومعاهم اطفال، يعني تقدري تحط لهم الحاجة عليها. سعرها حلو وشكلها حلو، طاولة عاملة زي الطبلية بس شكلها حلو، سعرها 4 دينار ونص، حلوة جدا. ودي بقى حاجات فخار، دي سعرها 4750، المشكلة الملونة دي تحط على السفرة تبقى شكلها حلو قوي، ومعاها الدفاية بتاعتها اللي تحط فيها الشمعة. ودي حاجات للشوربة، انا عايزة اجيب اصلا حاجة للشوربة لاني ما عنديش حاجات للشوربة خالص، فهدخل جوه واشوف. طبعا احنا اهي الطاولات اهي يا جماعة، 4.5، شكلها تحفة بصراحة. دي كمان طاولات صغيرة تقدري تحطي عليها الشاي وانتي قاعدة في الأرض تاكلي عليها الحلويات. نخش بقى كده مع بعض الأوتلت. دي الحاجات العربية بقى والخليجية، بجهزوها عشان تبعتيها لجيرانك، تكوني عاملة كذا صنف مثلا وتبعتيه، رايحة عند حد معزومة فتعملي انتي حاجات في البيت وتروحي بيها كده، يعني سواء عملتي بقى لقمة قودي، بسبوسة، عملتي شوربة مثلا معينة فتاخديها لهم وانتي ماشية. شوف بس دول سعرهم كام. دي الصواني الخشب بأشكالها بقى، سعرها 3.5 دينار اهو السعر. 3 دينار 750 بقى. ودي الصواني المدورة شكلها حلو قوي، بس في منها الوان تانية، الفاتح ده مش عاجبني. دي صواني برضو اهي 3.5. احنا كده في المكان اللي هو فيه الاوتلت،
دي برضو صواني تقديم خشبية، بس الإيد بتاعتها زي ما انتوا شايفين جلد. دي مكتوب عليها ستة بنار، ودي صواني من الرمادي. دي سعرها بنار وربع. انا شايفة ان دي كويسة برضو، شكلها حلو. دي بنار وربع شكلها حلو برضو. يعني احنا بنغير بس في الاشكال مش اكتر. الحاجات اللي بتتحط على السفرة معاها كمان طقم الكوبايات. شوف بقى دي كمان سعرها كام، شكلها قوي حلو قوي. موف الاخضر في الاصفر، دول ب250 فلس. نشوف كده بس عددهم كام. دي بربع النور هاخد منها طبعا. انا جبت على فكرة منها الواحدة بس في ايكيا ب350، لكن دي هتبقى حلوة قوي كلها على بعض، بس اكيد فيها ست قطع لان المفروض ست كراسي. حلوة قوي، اشكالها تحفة. بصوا الاشكال، ممكن تتحط كمان في المطبخ. بصي دي اعتقد ست بربع نار، ايوه تحطها على الترابيزة. بصي الاشكال بقى، اني احلى دي ولا دي ولا دي. 350 فلس. دي تبقى ديكورات، دي حاجات رمضان، اشكال رمضان. دي حلوة قوي، ممكن تتعلق في المطبخ في الحمام. الأربعة مع بعض ب350 فلس، شكلهم حلو. دي كوفرتات أو مفارش سرير خفيفة، ممكن تفرشيها لرمضان، بس مش عارفة عندهم منها ولا لأ، معرفش ايه ده. لا شوفيها كده، دي كوفرتة، لكن دي مش كوفرتة دي. ممكن تتحط. تمام، فهمت خلاص اوكي. دي حاجات بتتفرد ناكل عليها في الارض، ولو عندك عزومه برضو او في الخيمه. هنشوف الكوفرتات دي شكلها خلصت. كان عندهم منها الوان تانية بس لو ثلاثة بنور كانت. عايز الرمادي كمان حلو. والخدديات بقى تعال نشوف كده اكياس المخدات بكام. دي بنار شكلها حلو قوي. جددي بقى الصوفة بتاعتك على دينار. البنفسجي ده انا احتمال اخده 750 قرش اعتقد للصفرة، في اللون الاخضر وفي ده، بس انا طبعا هفرش في رمضان اللي هي الخيامية اللي بيقولوا عليها الخيامية، فمش هينفع معايا دول، ممكن افرشهم اخده للعيد. هيكون فرح وثلاث الليلة، هنغني ونعمله الليلة. سحر يا مسحراتي، نقر يا منقراتي، تونس خضرا الليلادي، جايب ربابة خضرا خيال ومغنواتي، طبال ولا ناياتي تحت البرق الزناتي، وفي قلبي قطرة قطرة دموع في الضحك قطرة، من العنب البناتي على سناني العزيزة، زي الخفا جعامر غنى وخفا وغامر، قلبي في ألف سامر وألف. حاجات بقى الجرجعان، اللي بيتفرج معايا يعرف يعني الجرجعان، كنت شارحه قبل كده في رمضان اللي فات. الحاجات اللي بيعملوها للأطفال، دي حاجات للزهريات او للورد نازلين على نص النار، وده ورد مفرط على نص النار، ودول كمان على نص النار. رمضان يجمعنا وعساكم من عواده، رمضان كريم. ده بقى المعرض الاساسي مش الاوتلت، بتنزلوا هو جنب الاوتلت على طول، فرق بينهم حته شارع صغير يعني حته رصيف كده على نفس الصف. بننزل بقى نشوف هنا بقى مش الاوتلت، دي بقى الاسعار اللي هي الاصليه المفروض. نفس الشيء الصواني، المرايات بالستانلس ستيل فيها لمعه كده شويه،
يعني دي مثلا الطويله دي احب قوي احط فيها السمبوسات، الكب كيك، الكبه، كبه صح، كبه دي كلها صواني تقديم. دي كمان اسعار يا ولاد، اسعار يا بنات، 2.25. اعتقد دي الكبيره، الصغيره معرفش، ولا هو الطقم الاثنين مع بعض ب2.25، طقم 2.25 دي الطقم على بعضه مش عارفه. شكلها حلو، شكلها جديد، وفيها الخياميه بتاعت رمضان بس لونها ازرق. انا عايزه طبعا خياميه رمضان تكون احمر عشان المفارش والحاجات اللي هجيبها كلها على احمر. دي برضو بوكسات تقديم، ثلاثة مع بعض. نشوف سعرهم كام. دي بالنار، ده الواحد بالنار ولا ثلاثة سوا سوا؟ روح ثواني، البيضة دي مدورة دي برضه شكلها حلو على الخيمة. عشان الكوبايات هوم سويت شكلها حلو برضه. هذا كبير كام صغير كام؟ صغير واحد دينار، كبير كبير كام؟ ما يكتب دينار ونص، كبير. وحوي 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 وحوي، رحت يا شعبان وحوينا الضهر، جيت يا رمضان وحوي وحوي. الموز دي شكلها حلو، 750. دي حلوة برضو، ممكن يتقدم تحط عليها كلينكس تحت ويتقدم عليها حاجة. دي بدنا برضو شكلها حلو. حاجات رمضان بقى، الحاجات اللي هي السخنة دي بتم 19 دينار. حاجات الاستانلس اللي تحتيها الشمع دي 14 دينار. البرطمانات، حاجات الحلوة. انا عايزة حاجة للشوربة يا ولاد يا ولاد يا ولاد، دول شكلهم حلو قوي. حاجات الصغنطاطة دي اللي ب2 دينار، الحاجات اللي فيها العصافير. ده ب5 دينار، دي الحاجات اللي بتحط عليها البراد وتحتيها الشمعة ب2.25. حلوة الصواني دي، او الاطباق، اطباق تقديم شكلها حلو قوي. دي الواحد ب3.25. الحاجات الصغننة دي تنفع للمخلل مثلا، نقطع خيار في السحور، دي ممكن نحط عليها سحور كامل، البيض متقطع مع خيار مع حتة جبنة وتتقدم لوحدها، كل واحد قدامه الطبق بتاعه. مقدمين على السيراميك، حاطين الحاجة على السيراميكا شكلها تحفة. دول رابر كده بيتحطوا فوق الكوباية عشان حاجة تفضل سخنة. تعال نشوف الأفكار بقى كده، حاطين بتاع الخوص ده فوقيه البرطمان بتاع العصير. ادوكي افكار. دي طبق الشوربه حاطينه تحت دي عشان تبقى عاليه على السفره، تقدري تجيبي 2 فوق بعض وتعليها فوق، تبقى قدامك على السفره تبقى عاليه، طبق الشوربه عالي اهي. شوفي دي، وتحطي تحتيها الشمعة هنا. شايفين طريقه تحضير السفره عاملينها ازاي بالافكار؟ شوفوا حاجات الشوربه حاطينها ازاي عشان يعلوا السفره. شايفين الاشكال، الافكار بتاعه الحاجات دي بتتحط. شوفوا، انا شفت ده في الاوتليت لكن ما فهمتوش ده بيتحط. تعالي شيلي كده دي يا منى، شيليها. بصوا حاطين دي حوالين دي والشمع عليها، فتبقى الشكل. حطيها بقى كده تاني، بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي على السفره.
الشكل ده تحفه، عجبني جدا. هيبقى في نص السفره وعادي، وتقدري تاخدي منه سواء بقى مكرونه بشاميل او كنت دي اساسا دي صينيه بشاميل مثلا. ودي للشوف عميقه طويله شكلها حلو. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان، وحوينا الضهجة يا رمضان. وحوي يا وحوي احنا لسه ما شفناهاش. اهي حاجات التقديم اهم اللي هم مقدمين عليها، اهي ورق الشجر او دي. سعرها كام؟ بدنار 750. الوان بقى اللي انت عايزينها، بصوا الاشكال. من البجات دي ممكن تتحط تركب على اي حاجه بقى، على البراد، على طبق، على حاجات طبق حلويات. وحوي 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 وحوي. بصوا شكل الصينيه للتقديم، وحاجه تحطي عليها دي بخمسة ونص، طبعا غاليه، شكلها حلو قوي. عساكم من عواده، وعاملينها نفس الخيامية باللون الأزرق. خمسة دنار. ستة. اللون الموف تحفة، أول مرة أشوف خيامية باللون اللون الموف. وحوي 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 وحوي. وبكده اكون خلصت الجوله بتاعه افكاري. يا رب تكون الجوله عجبتكم والافكار عجبتكم، وما تنسوش في اخر الفيديو تعملوا لايك وتعملوا كمان شير لكل اصحابكم عشان ينبسطوا ويشوفوا الافكار الجديده من عند موني ستايل. ما تنسوش تعملوا كمان فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واشوفكم على خير. كل سنه وانتم طيبين. بعد غيام وبقى